كيف طالع وشي؟ دي سطر. عندي علامات من الصفر للعشرة. شعراتي ظابطين ولا نكش؟ عشرة. ليش ميك اب فور ايفر؟ بوثق بهاي البراند كتير وبحبها بالحياة، وقدام الكاميرا كمان بتطلع كتير حلوة، بتعطي ضوية حلوة للوجه. أول برودكت استعملته من ميك اب فور ايفر أكوا برو، لأنه لونج لاستينج واللون تبعه كتير حلو يعني، وبيخبي العيوب. في عندي مشكلة بحواجبي، ما في شعر. شو بيعني لي رمضان؟ بيعني لي لمة العيلة، الدفا، الجمعات الحلوة. سر ما حدا بيعرفه عن نسرين طافش، يعني أنا ما عندي كتير أسرار، لأنه أنا حدا كتير واضح وكتير بسيط، ما بعقد القصص، باخذ الحياة ببساطة. مومنت مهمة بتذكرها مع ميك اب فور ايفر، بعتقد اليوم، لأنه التيم كله بجنن، مجانين بس عسل، كتير مهضومين، كتير بروفيشنال. لوني المفضل، أنا بحب كل الألوان باي ذا واي. الفستقي حلو على فكرة، الشمامي، التفاحي. طبعاً مش غلط أبداً المرأة تجمل بحالها، ماني ضد عمليات التجميل، بس الشكل مش كل شيء، كل شيء ببلش من الشخصية، من الثقة بالنفس، من إنه تحبي حالك، هي أهم شغلة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلوة رمضان. معكم خبير التجميل اللبناني بوب بري، ومعي فنانة اليوم very special أنا كتير بحبها وإنتو كلكم بتحبوها، هي نسرين طافش. بس بدي افرجيكم نسرين ولا نقطة ميك اب اليوم جاي لعندي. yes. وانا هعمل لها لوك اليوم نار. حبيبي، اول شيء بدي اقول رمضان كريم لكل الناس، وثانك يو على هاي المقدمة الحلوة. قبل ما نبلش بدي لعبك لعبة، بدي نقي truth or dare. صراحة بدها جرأة، والجرأة نوع من انواع الصراحة، يعني انا بفضل نقي التروث. كثير ناس بتسألني إنه عبالنا نعرف نسرين تعمل ميك اب تبعها لحالها. اي، فأنا عبالي اليوم شوف اتعلم أنا شوي منك، وأنا كمان قلك شوي تيبس. بس أنا حابة كثير الديكور مع الميك اب. كيف؟ I'm in heaven. Seriously. أنا رح أعمل لك اليوم لوك. اوكي. أنا متأكد حتحبي. I trust you. هلا رح ننقي البرودكت أنا وياك اللي أنا رح أعمل لك اليوم فيهم اللوك. معلي أقول لك أنا كمان شو بحب؟ أكيد. أنا بحب الالترا اتش دي فاونديشن، لانه خفيف وبيعمل كفرج. رح نستعمل السكين بوستر اللي هو اللي شوي بنعملنا هيك جلو، وبيخلي الميك اب يداين اكثر. ايه، يعني هيك بيعطيه مويسترايزر اكثر. انا بعتمد هذا كثير بالتصوير، لانه بنصور ساعات طويله، فالبشره اوريدي بتنشف. ايه، وهلا رح ننقل الاي شادوز اللي رح استعمل لك اياهم. بدي اغير لك اليوم شوي، رح اعمل لك هيك الوان على حمار. طبعا في كثير عالم وقت يسمعوا احمر بخافوا انه احمر، انه شو بدك تحط لي احمر على عيوني، بس انا رح اعمل لك اياهم بطريقه كثير حلوه مع بنيات. اوكي. انت أنا بتحب الالوان الترابيه كثير، بحسها بتعطي ضوية للعين وبتلبق مع لون شعري، وبحسها حلوه كمان مع لون بشرتي. البارت المفضل عندك اللي هو الهايلايت والبلاش. عندك؟ عندي. ايه. انت مش كثير بتحب ال الكونتور، انا رح طلع لك كونتور بس بهايلايت. وهلا لقينا الارتست فيس اللي هن الهايلايتس، هذا كثير بيلبق لوجهك. انا ما عبالي اعمل لك كونتور قوي، فنقيت لك الوان بتلبق مع التون تبعولك. رح نستعمل هيدي اللوز باودر نمبر 18. انا بحب الهايلايتر يكون لونه شامبين. اي ثينك هيدا مثل هيدا. طبعا هيدي الماسكارا سموكي ستريتش. ذا بيست، ماي فيفورت. وما عبالي اليوم حط لك رموش كثير، ما حنحط رموش بالمره، حنعتمد على الماسكارا. بالضبط، حنستعمل هيدي الماسكارا اللي هي مش ووتر بروف. لبستك حاتركه عليكي. انا حتى لو خليت حدا بوثق فيه كثير يحط لي فول ميك اب،
لازم انت ترسمي تنمي لإلي. رح استخدم لبستيك لونين مبين بيناتهم كتير في كونتراست، بس لما بينحطوا بطريقة دمج معينة بيطلعوا عن جد كتير حلوين مع بعض. أنا اخترت اليوم Artist Rouge Ink. عن جد I'm so excited لحتى نبدأ بالميك اب أنا وأنت. وأنا excited كتير. Ready؟ رح أعمل لك شيء بدي سطل. يلا. Okay. يلا. ورجيني براعتك يا أستاذ بوب. حنبلش بالسكين بوستر، ما راح نكتر كثير، راح احطه دايركت على الوجه. بتعرف انا بحب استخدم ايدي كثير بالميك اب. هلا انا بفضل البنت، يعني الشخص اللي بيعمل لحاله ميك اب، يعني يستعمل بوث. بالاول بحط كونسيلر على كل العين، بستعمل الالترا اتش دي واي 31، هذا بيكون بيرفكت للونك. اخذنا كميه بهيدي البراش اللي هي ستريت اسمها 230، بنوزعها. هيدا بيجي رقيق ولا سميك؟ هلا شوفي هيدا الالترا اتش دي بيعطي هايلايت وبيغطي بنفس الوقت، بس ما بيعطي لاير كثير كبيره. انت اصلا يعني من الناس اللي ما عندك كثير شوائب تحت عيونك وتعب اسم الله يعني، فما بتعوزي كثير كونسيلر. وطبعا لنثبته بناخذ ويفي براش، تاخذ كميه كثير قليله من اللوز باودر. اذا هلا بتشوفي الفرق نسرين، بتلاقي انه هيدي العين بطل فيها خطوط، بس نشفنا تنشيف. هلا انا بحب هيدا اللون اللي هو الترا اتش دي 355، نفس اللاين تبع الكونسيلر اللي حطيت لك، اللي هن كلهم على يلو على بيج. هلا انا دائما بحط اغمق من بشرتي درجه او درجتين، هو اغمق من بشرتك بشوي. واستعملنا اليوم الفلات براش 106، هيدا اللون بحس رح يتناسب معنا. مرات بحب شوف وشي بلا شامه، واحيانا بحطها. في ناس بيغمقوا الشامه تبعيتهم فبتطلع سودا كثير، يعني صح. بتطلع مش صح مش ظابطه، بتطلع انه مش حقيقيه. اي طبعا. عاده كيف بتغمقيها؟ هيدا تريك. هلا حنبلش بالاي شادو. انا اخترت لك اليوم الوان مثل ما قلت لك. عجبوني الالوان اللي نقيتها. الالوان اللي على رد بتعكس لون العيون، خاصه انت لانه عيونك هيك على بني فاتح، فحتبين لك لون عيونك اكثر. فحناخذ هلا لون فاتح نحطه تحت الحاجب بالريشه 226. استعملنا هذا اللون تحت الحاجب كله وعلى زاوية العين، وهلأ حنجيب الريشة 210، عم نحط اللون اللي على حمار مع كامل. تعرف أنا كنت خاف حط شادو تحت العين لأنه عيوني أوريدي كبار، بالعكس كتير، فاكتشفت أنه بيعطي سحبة فظيعة للعين. هلأ أنا حعلمك كيف بتعملي لون ميكس. هلا انت بتحط لونين؟ صح. هلا انا استعملت هيدا اللون من تحت اللي هو على حمار شوي، وهلا حنستعمل البني، بحطه بين يعني تحت الرموش دغري، يعني بترك خطين بين الاي شادو الاول والاي شادو الثاني عشان يعطيني تو شيدز. حبيت هاي البرش لانه متعدده الاستخدامات، يعني بتشيل فيها ما تبقى من الباودر، بتهوي فيها صح. شوي اذا اذا شوب. هلا اخذت هيدي البرش نسرين 216، انا حطيت لون البني نفسه اللي حطيته تحت على الكورنر تبع العين. بس الكورنر، بس الكورنر. وقت تفتحي عينك ما بيكون طالع لفوق، بس بيكون على الجفن المتحرك الطرف. انا تاركت لك حالي لحتى اشوف شو رح تعمل، بس فيني انا كفي العين الثانيه؟ ايه رح طبعا. جرب اعمل مثل ما انت عامل لي. يلا وانت حتحط لي سكور اكيد. هلا بدي اشوف قد ايه انت حتكوني مبدعه، وانا حط لك علامات، انا الاستاذ تبعك اليوم. بلشنا نتهور نسرين، بلشت اطلع لبرا صح. طيب انا حط لك علامه، حط لك علامه هلا بدون ما تشوفي. شو رفك طول بالك، كله بيتصلح. لا 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 بدي احط هلا العلامه. شكلك حطيت لي 4 من 10. لا ماشي، ما بعرف صراحة، يمكن 0. عندي علامات من 0 للـ10. I love you Bob. أوكي. خلينا نشوف، يعني على مهل بالعلامات.
رح اخذ ارجع كونسيلر. فينا كثير مرات نصلح اشياء بدون ما نمسحها. وهلا حناخذ شوي لون على بينك على شوي بيعطي جولد 814 رقمه. وهلا اخذنا الاي شادو اللي قلنا عنه حطيناه باول العين. بتحبي تسمعي ميوزك انت عاده؟ ايوه، وخاصه لما بحط ميك اب بحب اسمع ميوزك وضل عم برقص. تلحقني بالبرش تضلك وراي. دقت قلبي بغيت اوقف ايلا خليتيني، والله ماشي نورمال قلبي درتي زلزال. صافي 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 فاصل. اوف لك احمر وشك. استحيت. حلو الفاصل صح؟ كثير رقصتيني ولبكتيني ووجهي حمار. ايه هلا حاعطيهم تريك انا بعملها. سبق وقلت انه انا عندي هون بالاخر ما في عندي شعر، لهيك بعتمد على الاكوا برو. بلش من الاخر. في رسمه انا دائما بعتمدها بحبها كثير. اها بحس هاي هي الرسمه اللي يلا كملي. انا حاحط العلامه بس ما بعرف اذا عم تعملي منيح. هلا انت اللون اللي استعملتيه والطريقه اللي عملتيها بيرفكت، بس انا حاعمل ماي تاتش. هذا مين جابه؟ هيدا انا اخترته لانه متعود عليه، اللي هو جرافيك لاينر. ما بده الايد كثير تكون ثابته لانه كثير مريح بالرسم. بس ليك بدك تساعدني كمان شوي، احلى مع هيدا الميك اب اعمله ثين ولا ثيك؟ بلشي لي يا ثين خليني اشوف. اوكي. اهم شيء بالايلاينر نسرين ما نترك فراغات بين الرموش والخط، وسريعه كمان. ايه متعود عليه، هو سهل اصلا للاستخدام. انا كثير بحب استعمل اكوا بلاك اللي هو المفضل عندي، الاي لاينر المفضل عندي اللي هو انا بستعمله بالريشه. بحب استعمل هيدي الريشه 252. هلا انت الاي لاينر حطيتيه حلو على قد عينك، انا عبالي اعمل لك اياه شوي وينج. هلا طبعا رح نبلش بمرحله الهايلايت والكونتور. لون الكونتور اللي عم نستعمله هلا منه كثير غامق اللي هو 114 من ارتست فيز. هناخذ كميه كثير قليله ونبلش من تحت العظمه. تحت العظمه بشوي. هلا هيدي البراش فيها ميلتين، الثانيه هيدي بتحسيها بتفرد لك اياه اكثر. نحط شوي عن تحت، ضربة على اطراف الجبين. وهلا منجيب لون تاني هيك على بينك على بيتش من ارتست فيس كمان، منحطه بس ليعطينا هيك شوية نضارة اللي هو رقمه 206. بس نخلطه مع الكونتور شوي بيعطينا هيك جلو بالوجه. طبعا انت بتحبي الهايلايت صح؟ اي طبعا اهم شغله، مع انه التاتش تبع الهايلايت كثير بسيطه بس تعمل افكت فظيع. حناخذ البراش 144 ونحط هايلايت من راس الخد اللي فوق وننزل فيه. طبعا اهم شيء الهايلايت نسرين ما تنزل فيه لاول خدك لانه بيطلع كل العيوب اذا نزلنا فيه لتحت. بين معك الهايلايت. شو قلت لي رقمه؟
رقمه 102 من Artist Face. Amazing. شوفي كيف عمل. واو شو قوي. بحط كمان حد على هاي العظمة. بحسها كمان بتعطي توضيح للعظمة تبع الأنف. هنحط ماسكارا اللي هي سموكي ستراتش. رح حط عين وانت ورجيني التكنيك تبعك بالعين الثانية. انا بحط من فوق اول شيء لحتى يعطوا سماكة. وبعدين برجع بحط من تحت. رح نحط هلا على الرموش اللي تحت. كثير بحس الرموش اللي تحت اذا نحط عليهم ماسكارا مزبوط بحلو. هلا بقى اجا ماي فيفورت بارت اللي هو تمي. اترك لي اياه لانه عندي طريقه يلي حكيت لكم عنها اول شيء كيف بتعملوا تم يبين كانه هو مقلوب حتى لو كانت شفايفكم مش كثير سميكه. هنستعمل هلا اللي هو ارتست كولر بنسل بلون بينك على نود تقريبا. لانه رسمه تمي مش كثير محدده فبفضل انه انا احددها اتحكم فيها. فبحط شويه من الكونسيلر على طرف تمي. شو عم تعملي هلا؟ هلا بدي طفي بالباودر لمعت الكونسيلر. حضرت العلامة من هلا لأنه مبين معي من الأول. يعني في كم شغلة إبداع نسرين. حبيبي. هلا انا طلعت شوي عن الرسمه تبع تمي لحتى اسس للبيس تبع قلبه التم ويبين معبى اكثر. هلا رح نستخدم الارتست روج انك يلي اخترتهم. رح نحط الغامق من برا والفاتح من جوا بس بطريقه معينه. بدك برش نسرين ولا بتعرفي تحطيهم هيك؟ ايه بدي هلا برش لحتى ادمجهم. تعملينهم ميكس صح؟ اعطيكي برش. حاول ادمجه مع الليب لاينر قد ما فيني. فيكم تحطوا شوي من البوستر على الشفايف. هلا رح استخدم الليبستيك الفاتح رقم 1 ورح ادمج اللونين مع بعض. يعني انت بالضبط عملتي الفيس تشارت اللي انا رسمته اللي هو عملتي تمك امبري. وهلا انا رح اعطيك العلامه رح اقول لك اياها لك. شوفي قد ايه. واو استنى لخلص. يعني عن جد 10. هلا الغامق لحتى يبين التم عامل مثل الهارت شيب ويبين من هون منفوخ من الطرفين. بنعمل خط بالنص بس هذا الخط يلي من تحت لازم ما كتير يكون غامق ولازم ندمجه لحتى ما يبين كتير قوي. هلا ضل الشغله اللي قلت لك عليها من الاول بس نحط فونديشن اجباري بتروح او بتخف. فانا عندي شامه لما بحط عليها الفونديشن بتصير فاتحة جدا فبحط شوي من الأكوا برو لأنه لونه بني غامق من لون الحواجب حتى تعطي نفس لونه بلا فونديشن. قمر حبيبي ميرسي. ورح نحط آخر تاتش عنا اللي هي لنثبت الميك اب ميس اند فيكس. كتير 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 حبيت الميك اب خاصة ميك اب العيون. عن جد أول مرة بعمله هيك وبيطير العقل. رائع كتير كتير حلو. وأنت أبدعتي باللبس. لو أنا بدي أعطيكي كوحدة أنت بتعملي لإلك ميك اب بعطيكي كلهم نفس علامة اللبستيك. قد إيه؟ 10. ثانك يو. شكرا كثير لك بوب، تشرفت بانه حطيت لمساتك الحلوه على وشي، حسيت حالي عن جد طلعت مختلفه، اول مره بعمل هاي الرسمه تبع العين، طاقتك كثير حلوه وانت بتجنن. بس هلا صفيان علينا شغله وحده اللي هي فزوره رمضان.
ما له لزقة بس بيلزق عالتم. هو شيء ما بيتاكل بس حلو كتير ومهم، بتحطيه على التواليت أو بجيبتك أو بالجزدان، المهم إنه ما يبين على الأسنان. بفرنسا بسموه على لونه، بس اسم الله حوله في منه كل الألوان. عرفتوا شو هو؟ إذا عرفتوا الجواب رح تربحوا معانا هاي المجموعة من الميك اب. حطوا جوابكم بكومنت تحت هذا الفيديو وسبسكرايب على ميك اب فور ايفر ميدل ايست يوتيوب شانل. ولا تعرفوا كل أسامي الرابحين لازم تعملوا فولو على انستغرام ميك اب فور ايفر ام اي اي. رمضان كريم لكم كلكم، ورمضان كريم.